فيلم سابرينا. بيبدأ الفيلم بزوج راجع لبيته بيسمع صوت مخيف كأنه صوت شيطان، بيطلع يجري ورا الصوت بيلاقي المكان كله متدمر، وساعتها بيتجاهل كل حاجة وبيدور بس على زوجته. أخيرا لقاها، بس كانت هي مصدر الصوت وكانت متعلقة على الحيطة بطريقة غريبة. بالليل الزوج بيكلم أصحابه عشان يساعدوه. زوجته أنتوني حصلت معاه حاجة غريبة من 3 أيام، صحيت من النوم وهي بتكح جامد، روحت تجيب إزازة مية لكنها بدأت تكح دم أسود، وبعدها بتنهار أنتوني وبتقع في الأرض. بعد تجربتها الغريبة اللي مفيش ولا طبيب قدر يعرف إيه سبب مرضها، في يوم الزوج رجع من شغله وشافها في الوضع ده، وعرف إن في روح شيطانية قوية سيطرت عليها، وواضح إنها مرعبة كمان. رينارد بيقول إنه مش عارف اسم الشيطان، لكن هدفه هو إنه يسكن في جسم بشري. دلوقتي هو فشل يطرد الشيطان، وطلب المساعدة من لاراس طاردة الأرواح الشريرة. الخبر وصلوا البيت والزوج أخدهم لغرفة النوم. لاراس بتحذرهم يدخلوا لحد ما هي تخلص. بعد سنة بنشوف فانيا بنت أنتوني بعد ما بقت يتيمة. عمها إيدن وزوجته مايرا بيعملوا لها مفاجأة في ذكرى ميلادها. مايرا ادتها فستان جميل، وإيدن جاب لها جهاز الأيباد الجديد اللي كان نفسها فيه. فانيا شكرت مايرا واخدت الايباد وطلعت. وقتها ايدن طبطب على زوجته وفرحها بدمية سابرينا اللي جابها معاه من شركه الالعاب بتاعته. قال لها انها اكبر من دمية سابرينا الاصدار القديم ومفيش حد عنده زيها. ايدن بيتمنى ان اللعبه دي تقرب بين مايرا وفانيا عشان البنت الصغيره ما بقتش تفرح باي حاجه بعد ما فقدت والدها ووالدتها. تاني يوم في المدرسه فانيا والاطفال التانيين بيشوفوا زميلهم بيلعب لعبه تشارلي. الولد بيتكلم مع جدته الميته من خلال اللعبه، وساعتها الأطفال بيتصدموا قوي لما أندي بيخلص اللعبة. فانيا سألته عن الصلاة وهو بيفتح عينيه، بيوضح لها أنه بيبدأ اللعبة وينهيها بالصلاة عشان يسمح للشبح اللي استدعاه يرجع بسلام. بيقول لها كمان أنه في تطبيق منزله لو حس بحركة غريبة هينور بلون أخضر. وهنا فانيا بتقرر تستلف منه اللعبة وتاخدها معاها البيت. بالليل بتطلعها عشان تتكلم مع والدتها أنتوني، لكنها نسيت حوار الصلاة. المهم فانيا بعدها بتتمشى في البيت بالايباد مستنيه تطبيق مكتشف الارواح يلقط اي حاجه. بعد شويه التطبيق بيكتشف حركه غريبه. فانيا ما بتكدبش خبر وبتنزل على السلم ورا المستشعر، وهنا بدل ما تلاقي شبح بتلاقيها مايرا. فانيا بتقول لها انها عايزه تشوف والدتها مع كاشف الارواح. مايرا جابت لفانيا دميه سابرينا واديتها لها عشان تفرحها وتبقى صاحبتها. تاني يوم ايدن بيبلغ مايرا ان دميه سابرينا حققت مبيعات عاليه جدا وكانوا فرحانين قوي. وهنا بتظهر فانيا وهي لابسه فستان مايرا، بتقف تبتسم لهم وشايله سابرينا على ايديها. في نفس اليوم بتكون مايرا قاعده بتخيط، فجاه بتسمع صوت صندوق الموسيقى شغال. بتدخل اوضه فانيا وبتقفله، وبعدها بتطلع من الاوضه لكنها بتسمع صوت الموسيقى مره تانية. فتحت الباب واتخضت لما لقت دميه سابرينا قاعده على الكرسي. مايرا بتزق الكرسي بعيد وبتقفل الشباك وصندوق الموسيقى، بس لما بتلف بتلاقي الدميه في وشها وبتتخض تاني. بعدها بتسمع اصوات بره بتخرج تشوف في ايه. بتلاقي الشغاله بتنظف الطرقه فبتتنهد بعد ما اطمنته وبتمشي. بالليل برضه بترجع فانيا تاني تتمشى في البيت بكاشف الارواح. بتروح لمكان شغل مايرا وهناك التطبيق بيلقط حركه غريبه، بس فانيا حست بخيبه امل لما لقيتها في الاخر مانيكان وهي واقفه فجاه في حاجه شدتها من جوه الدولاب وحبستها فيه. ساعتها ايدن سمع صوت صراخ فانيا وهي بتنادي على حد يساعدها، بيجري بسرعه للغرفه وبيخرجها من الدولاب. فانيا بتقول له ان في حاجه مسكتها وشدتها، بس ايدن بيقول لها ان ده بسبب اللعب الكتير على الايباد. خدها ونزل عشان يتعشى وخد جهاز الايباد معاه عشان ترحم نفسها شويه، بس برضه مفيش فايده فيها. بالليل بتتسحب على طراطيف صوابعها وبتروح اوضتهم وبتاخد الجهاز. تطبيق كاشف الارواح بيظهر ان في حركه وراها مره تانية. فانيا بتلف وبتشوف والدتها اخيرا في البلكونه. بتقول لوالدتها انها وحشتها قوي، وساعتها والدتها بتقول لها انها مش هتسيبها وتمشي تاني وبتاخدها تنيمها. تاني يوم الصبح مايرا بتروح اوضه فانيا وبتقول لها تيجي تفطر معاها هي وايدن، بس لما بتقفل الباب بتسمع ان فانيا بتتكلم مع حد تاني. بتفتح الباب بسرعة لكنها بتفتكر بعدها ان فانيا لسه مجرد طفلة وان كل الاطفال اللي في سنها بيحبوا يتكلموا مع نفسهم. بتقفل الباب وبتسيبها لوحدها وهي مش عارفة ان والدتها معاها. الفطار جاهز بس فانيا بتكون لسه ما نزلتش، عشان كده مايرا طلعت تجيبها. وهي طالعة بتستغرب لما بتلاقي دمية سابرينا على السلم، وساعتها بتخمن ان فانيا فوق وبتقرر تطلع لها. مايرا بتلاقي بالصدفة وثائق خاصة بايدن بتقراها وبتكون الدمية المخيفة وراها وبتبص عليها. في النهايه بتلاقي فانيا كانت مستخبيه وبتخضها. البنت الصغيره بتقول لها وهي فرحانه ان لعبه تشارلي نجحت وهي دلوقتي بتلعب مع والدتها. بالليل مايرا بتقول لفانيا انها هي وايدن عارفين انها لسه زعلانه على وفاه والدتها لكنها لازم تتخطى الموضوع ده. فانيا بتتجاهل مشاعر مايرا وبتطلع فوق عشان تشوف والدتها. ايدن بعدها بيحجز لهم على الشاطئ عشان يروقوا على نفسهم ويقربوا من بعض. بنشوفهم بيحفروا حفره ولما مايا بترجع ما بتلاقيش فانيا ولا الجردل بتاعها، وساعتها بتلاقيها بتتكلم مع شيء غير مرئي. بتروح تتكلم معاها وبتسألها بتتكلمي مع مين يا حبيبتي؟ البنت قالت لها انها بتتكلم مع والدتها. وهنا مايرا قررت تروح تقول لإيدن عشان الموضوع كده بقى غريب.
بتروح عند الحفرة لكنها ما بتلاقيش إيدن هناك. بصت عليه لقيته واقف بعيد بيشرب، لسه يدوب بتتحرك. فجأة في حد مسكها من رجلها وسحبها للحفرة وبدأ يدفن فيها. إيدن سمع صوت صراخها وجري بسرعة، قعد يحفر في الرمل بإيديه لحد ما أنقذها وخرجها. ميرا بتصرخ من كتر الرعب وبتقوله إن في حد خطفها، وفانيا كانت واقفة بتراقبه من بعيد. بالليل إيدن بيكون نايم، ميرا بتخرج من غرفتها بعد ما سمعت صوت تخبيط كتير، بس لما بتخرج ما بتلاقيش حد. لما بتدخل بتسمع صوت البيانو، بتقرب من الشخص اللي قاعد وهنا بتقف في مكانها ما بتقدرش تتحرك لما بتتعرف عليها. أنتوني بتبتسم لمايرا ابتسامة مخيفة، بس لما بتلف بيظهر وش مرعب قوي ومايرا بتخاف جدا. أنتوني على طول بتنقض عليها وبتخلي مايرا تجري بسرعة وبتستخبى في غرفة بتدور على كبريت عشان تشوف الضلمة الكحل اللي هي فيها دي. بتلاقي كبريت أخيرا، بس لما بتولعه بتلاقي أنتوني موجود بالفعل هناك. مايرا بتصرخ وأنتوني بتنط فوقها، وهنا إيدن بيسمع صوت صراخها وبيروح لها بسرعة. لقى مايرا في حالة صدمة وبتقوله إن أنتوني هاجمتها، وبتاخده عند البيانو وبتظهر إن أنتوني قريبة. بعدها بيظهر على الشاشة إن أنتوني قريبة منهم، بيبصوا جنبهم بس ما بيشوفوش حاجة. ساعتها بيعرفوا إن الكاميرا بس اللي قادرة تشوفها. أول ما بتقرب منهم أنتوني بيترفعوا فجأة لفوق ثواني، بعدين بيترزعوا على الأرض تاني. بيجروا بسرعة كبيرة جدا لما بيشوفوا أنتوني بتزحف ناحيتهم. بيدخلوا البيت على طول ومايرا بتقفل الباب كويس، وإيدن بيجري يشيل فانيا. الباب بيفضل يرزع لحد ما مايرا بتحط السلسلة حوالين أكرة الباب. بيهدوا شوية، بعدها بتشرح مايرا لإيدن إن السلسلة كانت هدية من لاراس تخليها معاها احتياطي. بيروحوا هما الاتنين بعدها يطلبوا مساعدة من لاراس وجوزها رينارد. بتقول مايرا إنها لعبت تشارلي مع فانيا عشان تساعدها تتخطى موت والدتها، وإن من ساعة اللي حصل امبارح بالليل وفانيا بتتصرف بطريقة غريبة. وقتها بتشرح لهم لاراس إن فانيا استدعت الأرواح، وإنك تقلق الأرواح وترجعهم للحياة في العادة بيجي من وراه مصايب. تاني يوم لراس ورينارد بيروحوا على بيتهم عشان يساعدوا مايرا وإيدن. بتقول لراس إنهم هيلعبوا تشارلي. رينارد بيقول لهم إنهم بيعملوا كده أساساً عشان يتأكدوا إذا كانت فعلاً أم فانيا ولا لأ. لراس بتقول لفانيا تسألهم تلات أسئلة أمها بس اللي تقدر تجاوبهم. فعلاً فانيا بتسمع الكلام والردود كلها بتكون صح. بعدها لراس بتبعت فانيا الأوضة عشان تعرف تتكلم مع والدتها. وبما إنهم خلاص اتأكدوا إنها فعلاً أنتوني، لراس ورينارد بيجهزوا عشان يرجعوها لمكانها تاني، بس أنتوني بترفض إنها ترجع. بالتالي مفيش حل تاني غير انهم يجبروها ترجع غصب عنها. وقت ما بيكونوا مشغولين تحت بيقطع النور فجأة في اوضه فانيا. بتحاول الشغاله تلاقيها في الضلمه، بتتخض لما بتلاقيها لانها بدل ما تلاقي فانيا الطفله البريئه بتلاقيها ملبوسه. فانيا بتطعنها وبتنزل تكمل عليهم تحت، بتبدا بلراس وبتطعنها في ظهرها. الثلاثه بسرعه بيثبتوها في الارض، ولراس وقتها بتحاول تطرد منها الروح بمساعده رينارد. جسم فانيا بيطير في الهواء وهي بتعمل لها مراسم طرد الارواح، بس بيقدر رينارد ولراس يمسكوها بقوتهم. بيقدروا اخيرا يطرد الروح الشريره من جسمها وبتفوق، بس الشيطان باغيه بيهددهم من عواقب اللي عملوه. بيبدا البيت يتهز جامد والانوار بترعش. بيجروا على بره بسرعه، بس رينارد وايدن بيرجعوا للبيت تاني عشان يشيلوا صابرينا المغمى عليها والخدامه. بيقفل رينارد الباب وبيحط سلسله على الاكره، وده بيوقف الرعب اللي بيحصل جوه. لما بيكونوا في المستشفى رينارد بيقول لهم انه الشيطان اللي كان معاهم هو ابن الشيطان متنكر على شكل انتوني. بنرجع لورا شويه لما لاراس ورينارد كانوا ماسكين قضيه انتوني من سنه. لما بتحاول لراس تتكلم مع أنتوني بتعرف إنها ملبوسة من شبح مش شرير. بيطلع شبح من سلالة البغية هو اللي مستحوذ على روحها. لراس بتطلع السلسلة اللي بتكون شعار حي للنذر المقدس واللي بغايا وأي شيطان تاني بيكرهوه، بس بيتقطعوا بسبب دخول زوج أنتوني. وقتها بيقتلوا بغايا بسرعة، وده بيخلي لراس تحط السلسلة حوالين رقبته قبل ما يقتلهم. أنتوني بتطير في الهواء، ولراس بتقعد تقول في صلوات طرد الأرواح وبتحاول تسحبها بالسلسلة، وبتقدر لراس أخيرا تطرده بمساعدة رينارد. بنرجع للوقت الحاضر، لراس بتقول لهم انه لو الشيطان فضل في جسم الانسان لاكتر من يومين ساعتها روحه بتموت. بتكمل وبتقول انهم ما يعرفوش لحد دلوقتي ازاي بغايا استحوذ على جسم انتوني، بس هم كانوا عارفين انه هيدور على اي طريقه يرجع بيها لعالم البشر تاني ويقتل لراس، وده لانها منعته انه يتحكم في جسم انتوني. رينارد بيقول لهم يقعدوا في بيت تاني الكام يوم دول، لان رجوعهم لبيتهم خطر جدا دلوقتي. بعدها لراس ورينارد بيرجعوا لبيتهم على طول وبياخدوا معداتهم عشان يقدروا يحموا نفسهم. بيحاول رينارد يهديها وبيعترف لها انه طلب من ربنا عز وجل يوجههم ويحميهم عشان يدافع عن نفسه من الشيطان بعد اول مقابله بينهم، وده وصله الكهف واللي بيكون المكان اللي لقى فيه خنجر الشيطان هو اللي مخبيه، وعرف انه يقدر يستخدمه عشان يحمي نفسه. وقت ما ايدن بياخدهم لبيت اهله جنب مصنع الالعاب بتاعهم، بتوصل لراس ورينارد للبيت. بيفتحوا الباب المقفول وبيدخلوا بثقه، بس لراس ما بتحسش بوجود بغايا. وقتها بيعرفوا ان بغايا بيستخدم البيت تمويه لانه كده ماشي قبل ما رينارد يقفله. دلوقتي بغايا جوه صابرينا. في يوم من الاجازه ايدن بيوريهم مصنع الالعاب الفاضي. ساعتها فانيا بتقول انها عايزه تجرب مكانه الخياطه. ايدن بيجهز المكنه ومايرا بتوصلها للحمام.
وقت ما مايرا بتكون مستنية فانيا بتسمع صوت غريب، ولما بتبص بتلاقي بغايا واقف قصادها. لما فانيا بتخلص بتاخدها وتجري على أوضة الخياطة، وبغايا بيجري وراهم بيقولوا بسرعة لإيدين على اللي حصل وبيسيبوا الأوضة. بس مايرا بتتحبس. إيدين بيقول لفانيا تروح تجيب حد يساعدهم وهو هيحاول يفتح الباب. بغايا بيهاجم مايرا وهي بتحاول تزحف للباب، وفي الناحية التانية فانيا بتروح عند لاراس ورينارد اللي بيجوا جري عشان يساعدوا إيدين. أول ما بيفتحوا الباب بيلاقوا مايرا اتلبست، بتظهر من وسط الضلمة وبتطعن لاراس، وده بيخليهم يثبتوها في الأرض. بس بيقدر بغايا يطعن رينارد في صدره، بيحدف إيدين بعيد وبيطعن رينارد تاني، بعدها بيلف على لاراس عشان يدقها هي كمان وبيطعنها بعنف. والمرة دي بغايا ما بيتأثرش لما بتحاول لاراس تستخدم السلسلة عشان توقفها. في الناحية التانية إيدين بيفوق وبيروح يساعد رينارد يخرج في الهواء، بتجري لاراس على جوه، بس بغايا بيقفشها وحالف لا يجيب أجلها المرة دي. بس بيقدر إيدين ورينارد يوصلوا في الوقت المناسب. لاراس بتعمل مراسم الطرد وهما بيحاولوا من الناحية التانية يثبتوها في الأرض، لكن بغايا بيستفزها وبيقول لها انه رغم انها تقدر تطرده من جسم مايرا بس هيفضل مسيطر عليهم لان في حد استدعاه وجابه لعالم البشر. بنرجع فلاش باك عشان نفهم اللي بيحصل. زوج انتوني هو الابن المفضل عند والد ايدن، بيكون ما بيقدرش مجهود ايدن حتى بعد موته، بيدي ايدن 40% من الشركه واخوه بياخد 60%. بيعين ايدن عراف عشان يقتل اخوه، مع ذلك الاخ بيكون صعب انه يتلبس، عشان كده بيستخدم انتوني بداله. كل اللي بيفكر فيه هو انه يبقى الابن الناجح الوحيد. بنرجع للحاضر، بغايا بيقول لإيدن إن خطته نجحت، أخو مات خلاص وبقى فعلا الناجح الوحيد، أو تقدر تقول بقى الإبن الوحيد أصلا. إيدن بيتجاهل تحذيرات رينارد، بس في النهاية بغايا بيستحوذ عليه وبيحدف رينارد من الشباك، وهنا بتجري لراس على المطبخ وبتقفل على نفسها. بغايا بيجري وراها وبيهاجمها، بس لراس بتكون واضح إنها مش خايفة. بغايا بيحاول يهرب منها لكنها بتحط السلسلة حوالين رقبته. رينارد بيساعد مايرا عشان تفوق وتروح تجيب سابرينا، وبيساعد لراس تكمل مراسم الطرد. مايرا بترجع بالدمية، وساعتها رينارد بيثبتها وبيطعنها، وساعتها بتتحول لرماد. واخيرا بغايا بيخرج وبيسيب جسم ايدن. بغايا بيكشف في النهايه عن نفسه، بتستخدم لراس الخنجر اللي اتكلمنا عنه وبتطعن بغايا في قلبه. واخيرا الكابوس ده بينتهي، بيختفي بغايا وايدن بيتقبض عليه بسبب قتله لعيلته. بعد كل ده انتوني بتيجي لفانيا في احلامها وبتبارك لها على حياتها الجديده مع مايرا. اول ما بتصحى من النوم بتنادي على مايرا وبتقول لها يا ماما بحبك. بينتهي الفيلم بمكالمه بتيجي لراس ورينالد بيطلبوهم في قضيه عشان يحلوها أسوأ من قضية صابرينا. شكرا على المشاهدة، أشوفكم مع فيلم جديد.